منتخبنا النهارده قرر. وانا هنا الحقيقه بحيي كابتن حسام حسن، هايل كابتن حسام ان هو يضع كل ما لا يضع الا مصلحه منتخب مصر فقط في حسبانه. قرار اكثر من رائع. الكل الحقيقه كان يريد هذا القرار من كابتن حسام وجهازه الفني بعد تاكد غياب احمد فتوح اللي هيكون خساره كبيره جدا لاصابته. تم استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب. بصراحه قرار اكثر من رائع. الاهم فيه ان هناك اجماع كبير جدا، مش اجماع، كل الناس في مصر الخبراء والمحللين اتكلموا على ان عمر كمال يستحق الانضمام. من الطبيعي ان عمر كان من المفترض ان هو يكون مع المنتخب من البدايه، ولكن هنا انا بشيد بقرار كابتن حسام لانه لم يكن في عند، لم يكن في مكابره. والحقيقه في حلقه كابتن اسامه حسني مع عمر كمال اللي كانت هنا في على شاشه قناه النادي الاهلي شفنا قد ايه عمر اتكلم بمنتهى الحب والود بمنتهى الحب والود على كابتن حسام حسن، وقال ان اي مفيش اي مشكله، وبالتالي كابتن حسام حسن بيضع مصلحه بلده فوق اي حاجه تانية. وقراره على فكره كان ممكن جدا يختار اي حد تاني، ولكن هو راى ان عمر كمال يجب ان يكون متواجد خلال هذه الفتره، وبالتالي قرار رائع جدا جدا من كابتن حسام حسن في هذه الفتره التي تستحق الحقيقه مسانده ومؤازره الجميع. الجميع يجب ان يساند ويؤازر ما يحدث.